حلقة جديدة من لايف، مساحة حوارية تفاعلية مع أبرز الأحداث المحلية نناقش في حلقة اليوم. في طرابلس كثير من الأحداث، ساعة الصفر من المشير تحرك الأحداث وترفع نسق المواجهات، والسراج يرد الكلمة بالكلمة. موضوع وحيد في حلقة اليوم من لايف مشاهدينا الكرام. إذن كلمة مصورة شديدة الوضوح وبرسائل مباشرة من المشير خليفة حفتر إلى الجنود على الأرض، تعقبها كلمة مصورة برسائل واضحة كذلك من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. المشير خليفة حفتر يعلن ساعة الصفر للعمليات القتالية بعد فترة من بروز مقاطع فيديو تظهر تحشيدات عسكرية قيل إنها انطلقت صوب الجفرة ومنها إلى ترهونة ثم إلى محاور القتال. أما على الجهة المقابلة فأراد السراج أن يجعلها مواجهة ثنائية على مستوى الخطاب وقوة الكلمة وشدة التأثير، فشحذ همم التشكيلات المسلحة التي في حقيقتها لا تنتظر منه ذلك، فهي لم ترى فيه يوما الرجل القائد والمحرك للمشاعر والموجه للاتجاهات كما هي الصورة مع المشير خليفة حفتر ومن يأتمرون بإمرته. وبين الكلمتين مواجهات عنيفة جدا بين الجيش وتشكيلات المسلحة، مواجهات تعزز حظوظ الحل العسكري وتقلص أفق العملية السياسية وتصعب جدا من مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا دكتور غسان سلامة التي أضحت شبه مستحيلة، ذلك أن المواجهات المسلحة تجعل من الحل السياسي شبه معدوم. في حلقة اليوم من لايف مشاهدينا الكرام سوف نتوقف عند أبرز المحطات في كلمة المشير حفتر وانعكاسها على الأرض واستقبال الأطراف الخارجية لها، وكذلك سوف نتوقف عند مغازي كلمة فايز السراج وبروزه في شكل المدافع عن الحريات والمنادي بدولة القانون كما ظهر واضحا من خلال الكلمة. يسعدني ويشرفني أن ألتحق بي عبر الأقمار الصناعية من مدينة بنغازي الدكتور حسين الشارف المهتم بالشأن العام. سيد حسين مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة. نتوقف أولا عند كلمة المشير خليفة حفتر، لماذا جاءت هذه الكلمة في هذا التوقيت وماذا سوف تغير على أرض الواقع؟ طبعا تحية لك أخي طاهر ولكل السادة المشاهدين الكرام، وأشكر قناة 18 على هذه الاستضافة. طبعا سيد طه كيف ما تعلم جيدا ان الجيش الوطني الليبي من يوم 4/4 يعني شد الهمم وعزم على ان يخلص الليبيين من براثن الارهاب المتمثله في جماعه الاخوان المسلمين والجماعه الليبيه الاسلاميه المقاتله المسيطرين على عاصمه القرار السياسي والسيادي وعاصمه كل الليبيين طرابلس، التي يعني اصبحت قابعه تحت السلطات و الميليشيات المسلحة، كذلك تخليص ليبيا من حكومة العمالة التي أتت بها الأمم المتحدة من أجل تصريف الأموال وكذلك توريط ليبيا في اتفاقيات وفي معاهدات قد لا نخرج منها وقد تكون عقباها لا تحمد على الليبيين. الجيش قام يعني باستنزاف أكثر من 90% من ميليشيات الإرهابية التي كانت تقاتل الجيش الوطني الليبي على تقوم مدينة طرابلس. الجيش إذا كان يريد يعني الدخول إلى طرابلس من يوم 4/4 على دخل، ولكن الجيش كان يعرف جيدا أن دخوله السريع ستكون هناك أضرار يعني بشرية وكذلك عمرانية، لأن طرابلس مكتظة بالسكان وأحيائها مكتظة بسكان، عاصمة 2 مليون نسمة. كان الجيش يعني حريص جدا على المدنيين، حريص على ارواح المدنيين بقدر ما نفذ مثل ما نفذ في مدينه بنغازي
وإن اختلفت المعطيات عندما قام باستدراجهم على تخوم العاصمة استنزفهم طيلة 8 أشهر، لأن هذا الجيش جيش مهني مدرب يخضع للتعليمات، لا يتصرف بالعشوائية أو بالغوغائية. شاهدنا نحن ما شاهدناه عندما يعني قوتهم انهزمت، المجتمع الدولي بدأ يعطي ظهره لما يسمى بالمجلس الرئاسي، أصبح الرئاسي يبحث عن حليف لكي يدخله على المعادلة السياسية والعسكرية في 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 ليبيا، لأنهم لا يملكون شيء على الأرض سوى مكاتبهم الإدارية، لأن حتى الشعب في طرابلس لا يمتثل لهم ولا يمتثل لسلطاتهم، وهو غاضب جدا منهم وهم يعرفون جيدا ذلك. لذلك ذهبوا إلى الأتراك ووقعوا تلك الاتفاقية، إن اتفاقيتان أمنية واقتصادية وبحرية، ولكن المستهدف من هذه مذكرة التفاهم كان هي الاتفاق على الدفاع على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين الممولة من قطر ومن تركيا وكذلك بريطانيا. هذه الاتفاقية أتاحت للأتراك بأن يمدوا السلاح والذخائر وكذلك الطيران الحربي والطيران المسير، ولكن ليس خفية بل مباشرة، وهذا ما صرح به أردوغان عندما قال إذا طلب منا الرئاسي بعث جنود سنبعث جنودنا لكي يدافعوا عن ما يسمونها في أحلامهم العثمانية الدولة المدنية أو الدفاع عن مجلس السراج الإرهابي. ذهب كثيرون وقلق كثيرون ان الاتراك سيدخلون على الارض، ولكن هنا كان الرد من القياده العامه واضح وصريح، واعطى القائد العام تعليماته باجتياح وباقتحام وسحق هذه الجماعات الارهابيه، وقال في خطابه صراحه رسائل خارجيه ورسائل داخليه لابنائنا من القوات المسلحه، عليهم ان يحافظوا على حرمات المنازل وحرمات المدنيين، عليهم ان لا يعبثوا بممتلكات المواطن او الدوله. كذلك قال في رساله للمجتمع الدولي ان ليبيا قويه بجيشها قويه بابنائها، ولن يسمح الجيش الوطني الليبي بان تكون ليبيا مصدر مزعج. طيب هو دكتور عفوا بس بالحديث المجتمع الدولي، وقال صراحة أن ليبيا ستستعيد عافيتها وسيادتها، ولن يكون ذلك إلا بأبناء قواتها المسلحة، وستذهب ليبيا إلى الديمقراطية وإلى بناء دولة القانون، وكل من أجرى في حق ليبيا ستتم محاكمته وستتم مضارته. وبعث برسائل طمأنة للمجتمع الدولي أنهم ليسوا بإنقلابيين بل هؤلاء الأسود الذين سيد حسين هل تسمعني بوضوح؟ وأقسموا على حماية الأرض والتراب والأرض، أنهم مقبلين على تحرير عاصمة القرار السياسي عاصمة كل الليبيين طرابلس من براثن الإرهاب. هل تستمع إلي بوضوح سيد حسين؟ نعم سيدة. طيب تسمعني بوضوح صحيح؟ نعم. طيب لأنه أحيانا يكون عندنا مشاكل في الصوت بس للتأكيد. أنا كان عندي جملة مرة في الأذن. طيب ممتاز. أنا عندي بس نقطة استوقفتني بحديثك عن أو ربطك بين كلمة المشير خليفة حفتر وبين الموقف التركي الأخير اللي صدر على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكأننا نفهم من هذا الإعلان لساعة الصفر من المشير خليفة حفتر بأنه حفتر الآن صار يستشعر خطورة الموقف، وصار يدرك بأن الوقت ليس في صالحه، لأن الجيش الوطني حتى في معركة بنغازي يقول المراقبين أنه كان يعول دائما على الوقت لأنه يملك النفس الطويل وهو أكثر تنظيما، وهو دائما ما يطيل أمد الحرب عنوة حتى يخرج بأقل الخسائر ويحدث أكبر كمية ممكنة من الخسائر في صفوف الطرف الآخر. هل هذه المقاربة صحيحة؟ هل فعلا الجيش استشعر الخطر وصار يدرك بأن الوقت أزف والوقت لم يعد في صالحه؟ والله يا سيد طه أنا لا أتفق معك في هذه الرؤية، لأن الجيش الوطني الليبي، وأنا لا أحبذ أن نقول قوات حفتر خاصة على قناة محترمة كقناة 218 داعمة لمؤسسة نحن نقول الجيش الوطني دكتور الوطني.
لا احنا نقول الجيش الوطني. لا اعرف ذلك، كان لديك ولكن قد تكون زلت لسان اخي طارق. لا لا, لا انا قلت حفتر. لا لا انا قلت يعني هل استشعر حفتر؟ ما قلتش قوات حفتر. لا استشعر حفتر، هو حفتر قائد عام يعني. ايه ونحن نعرفه بصفته، بس ما فيش مشكله اذا يعني اختصرنا الصفه هذه باللقب. لا يفسد لا يفسد لا ضير لا ايه بالضبط. نحن بالضبط. نعرف نواياكم جيدا انكم مع الوطن ومع بالضبط. يعني يعني احنا في مرات نختصر ونقول نعم ترامب، مش شرط نقول الرئيس الامريكي دونالد ترامب. اختلف. تقول الرئيس الامريكي بعدين تقول دونالد ترامب. بالضبط. ليست مثار جدل هذه. بس هو بالنسبه لنا قائد عام للجيش الوطني المشير خليفه حفتر، هذه واضحه. القائد العام نعم. زين. الجيش الوطني الليبي من 4/4 يعني قلت لك هو مؤسسة مهنية تذهب وفق خطط مهنية من أجل استنزاف العدو، يعني إطالة أمد المعركة، يعني هذا مقصود، لأن القوات المسلحة كانت تستطيع بما بقدرها أن تدخل من نفس اليوم لطرابلس، ولكن لن تعرف العدو من الصديق بعد أن يدخل القوات المسلحة على الأرض. ولكن عملية الاستنزاف لأنه يبدو يكون جيدا بمعلومات المخابراتية أن طرابلس تعج بالإرهابيين، تعج بشورى بنغازي، تعج بالإرهابيين الذي أتوا بهم من تركيا عن طريق سوريا وأدخلوهم لطرابلس. ناهيك طرابلس تعج بالميليشيات، يعني ميليشيات الحشد المشاوي المتعلق بالاعتمادات. يعني الدخول الآن وإعلان ساعة صفر ليس تخوفا من ما قاله الأتراك، لأن الرسائل واضحة حتى قبل هذه الكلمة أن الأجواء الليبية كلها تحت سيطرة القوات المسلحة، البحر تحت سيطرة القوات البحرية، وأي ذبابة تأتي من هنا أو هناك من أجل مساعدة الميليشيات أو مساعدة ما يسمى بحكومة الوفاق سيتم، يعني ستكون هدف واضح وصريح للقوات المسلحة العربية الليبية. ولكن في اعتقادي أن 8 أشهر استنزف فيها الجيش الوطني الليبي كل دفاعات العدو، وأصبح العدو منهك، وأصبحوا يعني يترجعون، وبخاصة إلى الميليشيات التي قادمة من مصراتها أصبحت ترجع إلى 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 مقراتها الرئيسية. الجيش الآن قادر أن يدخل طرابلس يعني في عشية أو ضحاها، ولكن لازال يعطيهم يعني فرصة الخروج من طرابلس، وكذلك قتالهم خارج الأحياء المكتظة بالسكان، لأن هل سوف تستجيب والمهنية ليست واحدة، من يحمل السلاح خارج مؤسسة منضبطة مهنية، ومن يحمل السلاح خريج مؤسسة عسكرية وأكاديمية يعرف فنون ويعلم خبايا فنون القتال. يعني التشكيلات المسلحة هل سوف تستجيب لهذه الدعوة اللي وصفها المشير خليفة حفتر بأنها نداء أخير ولن يتكرر؟ سيدي نحن سمعنا يعني من مصادر موثوقة أن هناك بعض من الميليشيات بدأت يعني تسلم أسلحتها لأقرب نقطة يوجد فيها أبناء القوات المسلحة، ولكن من حمل السلاح في وجه أبناء القوات المسلحة يعني القوات المسلحة لن ترميه بالورد، يعني يا إما أن يكون قتيل أو جريح أو يكون في السجون وسيعرض على محاكمة. ولكن هذا النداء الأخير وهذه الفرصة الأخيرة، لأن هذه مؤسسة إذا عاهدت أوفت، قالت من رمى سلاحه ومن ذهب الى بيته واكتفى يعني بعدم مقاتله الجيش الوطني فهو امن، ومن يعني لا زال يقاتل في صفوف هذه الميليشيات لان سيكون مصيره محتوم، اما الموت اما ان يكون في السجن او يعرض على محاكمه عادله بقضيه واضحه وصريحه هي محاربه حمل السلاح في غير أذر شرعية ومحاربة الجيش الوطني الليبي في حرب ضد الإرهاب، وسيصنف إرهابيا لأنه يقف خلف جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة، مع الرغم أن كل القيادات الخاصة والداعمة لهم بدأت يعني تخرج، ورأينا بالأمس السراج يعرض مؤتمرا هزيلا صحفيا مهزوما من أنقرة، ومن ثم طار إلى 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 قطر لكي يتلقى التعليمات من موزة ومن تميم، والتقى هناك أيضا وزير خارجية الأتراك. كل قياداتهم الآن خارج البلاد، وسيتركون هؤلاء الصبية، هؤلاء الصغار الغير مؤدلجين حاملين السلاح من أجل المال والمنفعة ليواجهوا مصيرهم إما الموت أو السجن. طيب هو يعني أيضا تم استقبال هذه الكلمة يعني بكثير من التباين في المواقف دكتور حسين الشارف، يعني الفصيل المؤيد للجيش الوطني وللعمليات العسكرية رأى فيها نصرا واستمرار للعمليات العسكرية، ولكن الطرف المناوئ للجيش الوطني يعني قرأها بنوع من التهكم وحاول أن هو يقلل
من شأنها ويتحدث عن يعني عيوبها. من ضمن ما قالوا أنه المشير خليفة حفتر يعلن ساعة صفر للمرة الرابعة، وقالوا أيضا أنه المشير خليفة حفتر ظهر يعني بلباس عسكري يعني بنص كم يعني كما يقال. إيه يعني كيف تستقبل وما رأيك في هذه الروايات؟ سيد طه، يعني أنت تعرف جيدا أن الجماعات الإسلاموية المسيطرة والجاثمة يعني علينا من 2011 إلى يومنا هذا، وبالخاص في طرابلس، هؤلاء يكذبون ويمتهنون الكذبة ويصدقون أنفسهم فيما يكذبون. هؤلاء يعني لو حللوا هذه الكلمة بكل مصداقية لرأوا فيها الرسائل الكثيرة الكبرى الواضحة سواء للداخل أو للخارج، ولكن هؤلاء لأنهم انهزموا مهزومين باي لابس نص كم، يعني كيف يصير الهنغاري هذا قال هذه مسجلة في الصيف اللي فات، يعني كلام. هم لا يعلموا بأن القيادة لديها مكتب إعلامي ولديها مصورين ولديها إعداد، وإن كانت الرجمة يعني على يعني درجة البرودة فيها في الشتاء صقيع، ولكن هناك حتى التدفئة، عوامل التدفئة. ولكن خرجنا من المشير باللباس الصيفي ليقول لهم كلنا شمرنا على ذرعاننا الآن وجايينكم، والله ما عندكم مريحين الآن، يعني دقت ساعة العمل ودقت ساعة السفر من أجل تضييقكم. هذا أولا. ثانيا يقول لك والله هذه المرة أولا المشير لم يخرج علينا أربع مرات ليحدد ساعة السفر مثل ما زعموا ومثل ما كذبوا ومثل ما امتأنوا بكذب. الأولى أطلق عملية الفتح المبين، لبيك طرابلس لبيك، ولم يقل سندخل طرابلس هذا اليوم أو غدا أو بعد غد، ولم يعطي حتى تفاصيل معلومة متى تبدأ ومتى ستنتهي. أعلن فقط البداية ولم يعلن النهاية، ولم يعطي تواريخ ولم يعطي مواقيت. عندما جاء التوقيت الصحيح والسليم والسديد أعطى ساعة الصفر. فلذلك نحن نراهم منهزمين منكسرين، واحد موجود في أمريكا، واحد موجود في بريطانيا، واحد موجود في كذا، وقاعدين يحكوا من خلف السوشيال ميديا وكذلك عبر الإذاعات، ولكن على الأرض هم ماذا يملكون؟ لا يملكون شيء. اللي موجود على الأرض هي الأمة الليبية بجيشها العظيم، يد واحدة من أجل طردهم وسحقهم وعودة ليبيا من وتطهيرها وعلاجها من تلك الأورام السرطانية الخبيثة التي جثمت على صدور كل الليبيين. تحدثنا بإسهاب وبتفصيل عن كلمة المشير حفتر سيد حسين، الآن دعنا نتكلم عن الكلمة المقابلة وفيما يعرف بالثنائية، يعني كلمة بكلمة من المشير وأيضا من فايز سراج رئيس المجلس. والله يا أخي طه لا يوجد وجه مقارنة يعني بين الاثنان، يعني حتى وإن كنت أنا محسوب أو داعم للجيش الوطني الليبي ورافض لما يسمى الوفاق من بدايته، ولكن أمس خرج علينا مكسور مهزوم وكأنه لا يعطي أو لا يبالي أهم أو لا يبالي بما قاله السيد المشير. وصف أن سفر الأوهام وأن نحن ندافع على الدولة المدنية ودولتنا المدنية وتوار 17 فبراير والأحرار، وكلام كلام فاضي، كلام منهزم. الحقيقة أنه هو كان رجل قوي لكان موجود في العاصمة ودار مؤتمره الصحفي من طرابلس، ولكن طلب الإذن لكي يخرج من طرابلس لكي يحتمي ويحتضن في أحضان أعمامه وأخواله وأجداده الأتراك، ظن منهم أنهم سيحموه وأنهم سيرجعوه أو ينصبوه خليفة عثماني في ليبيا. أمس بالأمس كان مهزوما، كان مكسورا، وهو ارتضى العمالة لنفسه، والآن ذهب إلى المكان الطبيعي الذي يستحقه فايز سراج. فأنا هنا لست بصدد بأن نقارن بين كلمتان. طيب. الأولى كانت قوية في مضمونها الداخلي والخارجي، والأخرى تدل على الانكسار والهزيمة والخنوع والاستعمار وكذلك الخيانة وزج أبناء الوطن. بس غريب غريب شوية صحيح في أتون هذه الحرب، يعني سيد حسين، يعني في غرابة شوية في موقف فايز السراج. يعني في فترة من الفترات يعني كانت المواقف متقاربة دكتور، يعني حتى نتكلموا بكل صراحة، يعني الفايز السراج نعم. كان يقول السيد حفتر وكان يصف فيه بأنه هو قائد الجيش الوطني، وجمعتهم عديد اللقاءات في أبو ظبي وفي باريس وفي أكثر وفي القاهرة، يعني في نعم. أكثر من مرة، وحتى في الدوائر الضيقة
لأننا قريبين طبعا من المطبخ السياسي، يعني كان دائما ما يثني على المشير حفتر، وكان يبدي الاستعداد لمقابلة المشير حفتر في أي مكان في ليبيا أو خارج ليبيا. بس اليوم يعني في اختلاف كبير، اللي هو صارت متباعدة، حتى الخصومة فيها شراسة. يعني ليش التغير هذا؟ سيد طه، اولا من غير هذه المواقف، يعني نحن نتفق ونقر بان يعني كانت هناك تفاهمات من اجل ان يدخل الجيش لكي ينفذ الترتيبات الامنيه، وان يجمع السلاح، وان يكون السلاح في 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 اماكن الصحيحه، وان يسيطر الجيش على طرابلس، وان تبعد الميليشيات وما الى ذلك. وكانت هناك تفاهمات من اجل تشكيل حكومه واحده وطنيه، ولكن السراج حتى هو موجود في 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 هذه الحوارات لم يكن قوي ولم يكن صريح اثناء اعطاء الردود او الاجابات، كان ياخذ الاوقات لكي يتشاور مع من هم موجودين في 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 العاصمه، سواء كانوا اخوان مسلمين او كانوا مقاتله. السراج لم يكن ملك نفسه، السراج حتى في المجلس الرئاسي يعني يوجد معه احد افراد تنظيم القاعده الشرس هذا عمار الزايد، وكذلك معه كجمال. السراج كان لا يملك من قراره الا بالزكي التي بدلته التي يلبسه او ربطه العنق، وان كان في اعتقادي انه لا حتى هي لا يسيطر الحكم عليه، حكم ان السراج كان قابع تحت جماعة الإخوان المسلمين والمقاتلة. من أدخل السراج في هذه الحرب؟ أدخله باشا آغا، أدخله صوان، أدخله عيش صلابي، أدخله المفتي الغرياني، لأنه هو الرجل لا يحكم حقيقة، لا يملك القرار، يعني عندما يوقع قرار والله يتخذ قرار كانت البندقية على رأسه. بالأمس القريب يعني تهجموا عليه في 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 في, في رئاسة الوزراء، وخرجوا عن طريق بيوت الآمنين المدنيين. لذلك السراج كانت هناك في تفاهمات من أجل وحدة وطن، من أجل ليبيا، ولكن السراج ترك الحق وذهب اصطف خلف الباطل. طيب. على وهي جماعات نستقبل الإجرامية الإرهابية. جيد. لولا السراج يعني انتقل بمجلسه الرئاسي واتى الى بنغازي الى المدن المحرره لما كان هذا الموقف. طيب. لكان موقفه افضل بحكم انه يحظى بشرعيه دوليه او انه مفروض دوليا. املنا الاتصال الان، عذرا سيد حسين بس لكسب الوقت، واصبح موقف العدو مما كل اللي يقول. اعذرني بس على المقاطعه، بس لكسب الوقت، ولان حضرتك تقريبا ما زالك في الحجز 8 دقائق، فحتى نكسب الوقت ويكون ايضا في اكثر من راي فيما تبقى من وقت يلتحق بنا الان بعد ما امنا الاتصال. سيد سراج شعبان، مهتم بالشان العام، معنا عبر الاقمار الصناعيه من العاصمه المصريه القاهره. سراج مرحبا، نورت لايف، تسمعني؟ سيد سراج موجود او لا؟ سيد سراج مرحبا بك، حضرتك على الهواء. القاهرة جاهزة أو لا شباب؟ بنغازي. طيب، بنغازي والقاهرة سنوامل الاتصال بهم الآن. عموما أعطونا لقطات حتى نستطيع أن نعلق عليها بوضوح. عموما احنا في حلقة اليوم كان بودنا أن تكون كل الحلقة حوارية، ولكن نعتذر منكم السادة المشاهدين من ضيوفنا، خلل خارج عن إرادتنا، خرج يعني خلل من المصدر. الشباب مشكورين طبعا في الكنترول، حيحاولوا أنهم يعالجوا. أعطونا لقطات يا شباب. هذه لقطات طبعا الأخيرة من محاور القتال في العاصمة طرابلس، اللي طبعا اشتعلت، احتدمت فيها المواجهات بعد كلمة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، واللي أعلن من خلالها طبعا ساعة الصفر. هذا الكلام قال كان قبل يعني يومين تقريبا. بالأمس كان في كلمة لفايز السراج، طبعا دكتور حسين الشارف لا يرى وجه مقارنة أبدا ما بين الكلمتين، يرى أنه كلمة المشير خليفة حفتر كلمة قوية وواضحة ومؤثرة، وتدل على أنه هذا الرجل أو هذه المجموعة العسكرية الجيش الوطني تنطلق من منطلق القوة، وهي عازمة على وعاقدة العزم على إكمال المهمة لنهايتها، بينما كلمة فايز السراج كانت من خارج ليبيا. الآن يعود إلينا بنغازي في انتظار تأمين القاهرة. شو اللي موجود معنا شباب؟ نعم يا سيد طه، أنا أستمع إليك. طيب الدكتور حسين، احنا متأسفين بس لأن الصورة صارت ستيل
حضرتك طبعا عالم بالاشياء هذه، يعني اعذرنا، هذه احكام اللايف. ايوه احيانا نكونوا مضطرين طبعا للتدارك، بس احنا في انتظار ايضا. اخي طبعا اتمنى عليك، هناك فيديو الان يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي وجود ابو صلاح الدين الاخواني الهارب من جمهورية مصر العربية في احدى محاور طرابلس، وهو يحرض الشباب المدنيين اللي حاملين السلاح اللي وجهها لنا السيد المشير كلمة بأن يرموا سلاحهم. يعني واضح اللهجة، واضح الكلام، هو يقول له اجري اقتلنا مكان كويس مش عارف ايه تأمين، يعني مجموعة الاخوان المسلمين المصرية موجودة عندك في طرابلس. يتمنى على قناة 218 ان تتداول هذا الفيديو. حاضر حاضر، حندوروه ونعدك انه حيكون محل اهتمام. موجود على صفحتي الشخصيه تلقاه يا سيد طه، ما تتعبش. مش مشكله، احنا بس في انتظار تامين الاتصال مع سراج، موجود او لا؟ طيب سراج الان موجود صحيح؟ تسمعني سراج؟ اعطوني سراج يا شباب. سراج شعبان مرحبا بك، حضرتك على الهواء، تسمعني او لا؟ نسمعك طه، مرحبتين بك. مرحبتين بك، انا كان بودي انك تكون معنا من الاربعه وربع، بس للاسف هذه احكام اللايف، المكتب في القاهره يبدو انه في مشاكل تقنيه، بس عذرا لك، هذا حقك الادبي، وعذرا ايضا للساده المشاهدين وللدكتور حسين الشارف. احنا تكلمنا مع الدكتور بيسهاب على كلمه المشير خليفه حفتر وايضا كلمه فايز سراج، نسمع رايك في عجاله يعني قبل ان ننتقل لمحاور اخرى. سراج تفضل، كيف تبعت كلمه المشير حفتر اعلان ساعه الصفر، وايضا الكلمه المقابله كلمه فايز سراج والتي يعني قال انه صفر الاوهام يعني ليست ساعه صفر؟ تفضل. بالنسبه لكلمه المشير خليفه حفتر، اخي طه، حقيقه الهبت المشاعر واستقبلها اهلنا في طرابلس بالالعاب الناريه. اتصالاتي انا الشخصيه باهلنا في طرابلس، منطقه بوسليم بالذات ومنطقه الهضبه، اشتعلت بالالعاب الناريه ليله كلمه المشير، دليلا على ترحيب اهالي طرابلس بالجيش الليبي ودليلا على دعم اهالي طرابلس القياده العامه للجيش الليبي. بالنسبه على الصعيد العسكري، احنا راينا تقدمات كبيره، راينا تقدمات بخطى ثابته، بخطى مدروسه، وهذا ما تعودنا عليه دائما من القياده العامه للجيش الليبي خلال اكثر من 200 معركه قامت بها في الخمس سنوات الماضيه. ننتقل هنا بالشكل الموازي لكلمة فايز سراج. فايز المهزوم خرج علينا في منظر مهزوم، في منظر حقيقة بائس جدا، يدعي بأنه يدعم الدولة المدنية ويدعي بأنه يريد ليبيا من غير ميليشيات، وهذا شيء طبعا يناقض نفسه، وهذا شيء غير دقيق، أو بلفظ آخر بلا مؤاخذة شيء كذب بشكل واضح جدا. نحن نعرف أن فايز سراج دعم الشيتا والزيقرا والبقرة والوحشني، دعم المعزة، دعم أغنيوة الككلي، دعم كل هذه الأسماء من الإرهابيين والمجرمين ومهربين البشر. فايز سراج جعل ليبيا يمثلها أبو عبيدة الزاوي في قمة سوشي في روسيا. فايز سراج جعل البيج عبد الرحمن الميلادي المطلوب من مجلس الأمن في قرار رسمي في سنة 2017 جعله يمثل ليبيا وأعطاها رتبة نقيب وجعله يمثل ليبيا في إيطاليا. هذا ما فعله فايز سراج حقيقة، ومجلسه البائس الغير دستوري والغير قانوني. طيب. فايز سراج إذا كان يدعم دولة المؤسسات صدر ضده أكثر من 20 حكم محكمة يبطل شرعية ما يسمى بحكومة الوفاق. طيب. فايز سراج إذا كان يؤمن بدولة المؤسسات لأسس جيش حقيقي خلال سراج عذرا ودعم، ولكن هو صرف مليارات ليبيا للأسف على هذه الميليشيات الإرهابية والإجرامية. عذرا. نعم. على المقاطعة، بس أنا حنكمل معك لنهاية الحلقة لأنه في دقيقة ونصف فقط متبقية من حق الدكتور حسين الشارف قبل انقطاع البث من مدينة بنغازي. دكتور، سؤال أخير في دقيقة ونصف، المواقف الدول الأجنبية رافضة للحرب وتؤكد رفضها للحرب وتدعو لإيقاف الحرب، هل سوف تؤثر على المسار العسكري؟ أخي كريم، في اعتقادي أن بيان البيت الأبيض كان واضح وصريح فيما يتعلق بما يدور الآن في طرابلس أو بالعمليات التي يقوم بها جيش الوطن الليبي. إذا كان المجتمع الدولي غير راضي عن ما يدور في طرابلس الآن، بريطانيا وألمانيا حاولتا مجتهدتين عقد جلسات مجلس الأمن من أجل اتخاذ موقف ضد عمليات الجيش الوطن الليبي، ولكن فشلتا.
أضف إلى ذلك أن البيت الأبيض قال على الجيش الوطني أن ينهي الحرب ولم يقل يوقف الحرب، لأنه يعرف أصبحت الحقيقة واضحة أمام المجتمع الدولي أن جيش يحارب إرهابي وجيش يحارب جماعات إرهابية. نعم. جيش لا يريد عدا أن مجموعات إرهابية لا تريد الاستقرار إلى شكراً. في اعتقادي أن ما سيذهب إليه إلى برلين أو ما تدعو له فرنسا وإيطاليا وألمانيا وما ذلك ما هو إلا حفظ حقهم، وإيطاليا حفظ حقهم في الكيكة الليبية، ولكن هذا الحق لن يعطى لهم إلا بوقوفهم أمام الحق في ليبيا لو هو المؤسسات الشرعية وكذلك المؤسسة العسكرية. أشكرك جزيلا. هذه الدول لديها مصالح في ليبيا إما كان غاز أو نفط أو ما إلى ذلك، ولكن هذا لا يكون إلا بوجود دولة قوية مستقرة خالية من الإرهاب وخالية من الميليشيات ومصرف مركزي واحد، وهم الآن أصبحوا يعرفون جيدا عندما دعموا السراج تلك الفترة أن الحقيقة هي على الأرض لمن يملك القوة ولمن قام بتطبيق. شكرا لك دكتور حسين. والجنوب الليبي والآن قادم إلى تحرير باقي ليبيا. المهتم بشأن العام دكتور حسين الشارف، نورت برنامج لايف نورت 218، شكرا لك. سوف تكون لنا بإذن الله تعالى حلقات قادمة نتناول فيها شأن العام أكثر فأكثر. نعود فيما تبقى من وقت مع سراج شعبان المهتم بشأن العام. سراج، في كلمة المشير خليفة حفتر كثير من الإصرار على إكمال المهمة العسكرية، هل هذا يأتي كرد على ما انتشر مؤخرا من أقاويل وأخبار بأنه هنالك ميول إلى فكرة الحل السلمي الشامل، خصوصا بعد لقاء المشير حفتر مع الوفد الأمريكي؟ أخي طه، حقيقة خلال مدة معركة الكرامة واللي هي اليوم 5 سنوات ونص، لم يعودنا الجيش حقيقة على تراجع في أي معركة من المعارك الذي دخلها. الجيش قاتل في بنغازي بأضعف الإمكانيات حينها في 2014 و2015، كانت الظروف سيئة جدا بالنسبة للجيش من ناحية الدعم ومن ناحية الإمدادات ومن ناحية الأسلحة، وقاتل الجيش برغم ضعف هذه الإمكانيات ببسالة، ودخل حرب شوارع غير مدرب عنها وغير مدرب عليها وانتصر فيها بفضل من الله. الجيش قاتل طه من غير خوضة ومن غير واقي رصاص. الجيش قاتل وما زال يقاتل من وهو يتعرض لحصار دولي حقيقة في الدعم بالأسلحة، برغم أن هذا الجيش يواجه الإرهاب الذي واجهه كل العالم، برغم أن هذا الجيش يقاتل قادة المجموعات الإرهابية الذين مطلوبين في عدة دول من العالم، مطلوبين لدى مجلس الأمن، رغم أن هذا الجيش قبض على أبرز المطلوبين الدوليين على رأسهم هشام عشماوي ومرعي زغبية والكثير من الأسماء، الجزراوي وتركي بن علي وكل هذه الأسماء المطلوبين دوليا هم قضى عليهم الجيش، ولكن الجيش لديه إرادة مستمرة ولديه حقيقة قوة مستمرة من يستمدها من الشعب الليبي ومن دعم الشعب الليبي له ومن دعم القبائل الشريفة له لإنهاء هذه المعركة. أنا هنا أجزم أنه الجيش لن يتراجع في هذه المعركة إلى أن يتم تحرير طرابلس، وهذا حقيقة تنفيذا للمطلب الشعبي وتنفيذا وتلبية لنداء أهالي طرابلس. رأينا المشير خليفة حفتر في كلمته الأولى في هذه المعركة يوم 4/4 يقول لبيك طرابلس لبيك، وأعتقد أن هنا هذه التلبية جاءت بالفعل تلبية لنداء أهلنا في طرابلس لندائهم للجيش لتحريرهم من هذه الميليشيات. طه، أنت تعرف والجميع يعرف، أنت أعتقد أنك ابن طرابلس وتعرف جيدا بأن أهلنا في طرابلس عانوا ويعانوا من هذه الميليشيات. أهلنا في طرابلس يعانوا من إجرام غني والككلي، أهلنا في طرابلس يعانوا من إجرام حقيقة ميليشيات مصراتة، أهلنا في طرابلس يعانوا حقيقة جد المعاناة من هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، يعانوا من أعمال السلب والنهب والحرابة والخطف والتهديد والتضييق عليهم من جميع أنواع التضييق. نعم. طيب الآن يعني ننتقل من الموقف الداخلي للموقف الخارجي. بالأمس كان في لقاء جمع ماكرون وكونتي وأنجيلا ميركل، وجميعهم يعني يعبرون عن رأي 3 من أكبر الدول في أوروبا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا. سراج، شددوا على ضرورة إيقاف العمليات القتالية في العاصمة طرابلس والعودة للمسار السياسي، ومش أي مسار سياسي، لا، تحت مظلة الأمم المتحدة، البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة. هل هذا وارد اليوم
والجيش الوطني كل يوم يتقدم، صحيح التقدم فيه بطء بأمانة بس هنالك تقدمات. طبعا طه، لو نسمع لدعوات المجتمع الدولي وهذه الاجتماعات، ناخذ مثال بسيط جدا وعايشيننا كلنا في هذه السنوات وهذه الأيام، وهو المعركة في سوريا على مدى 8 سنوات 9 سنوات. هناك تقريبا كل أسبوع دعوة في مثل هذه الاجتماعات، ومن منظمات دولية كالأمم المتحدة وغيرها تدعو إلى التهدئة وتدعو إلى وقف القتال وهذا وما إلى هنالك من هذا الكلام، ولكن الوضع على الأرض مختلف تماما طه. القوة تنشئ الحق وتحميه طه، الحق مع القوة والقوة مع الحق. وأنا هنا أجزم بأنه الجيش هو الطرف القوي على الأرض، والجيش هو الذي يفرض حقيقة الواقع على الأرض. والميليشيات اليوم في تقهقر واضح جدا، نحن نرى تقهقر كبير في هذه الميليشيات منذ أن انسحب ما يسمى ببقايا مشورة ثوار بنغازي ومشورة ثوار درنة وجدابية وغيرها، انسحابهم من المحاور في طرابلس أدى إلى تقهقر كبير. اليوم الذين حقيقة يقاتلون في هذه المحاور هم أغلبهم ميليشيات مدينة معروفة لدى الليبيين، ودعني أكون معك صريح هنا، هنا نقصد مدينة مصراتة أو ميليشيات المحسوبة على مدينة مصراتة، وهنا طبعا لا نتكلم على كل المدينة ولكن نتكلم على جزء من ميليشيات هذه المدينة الذين يقاتلون الجيش اليوم على تخوم مدينة طرابلس، والذي يأمرون أمراء ميليشيات هذه المدينة 7 محاور، سواء كانوا المدعو يوسف لمين، سواء كان عدة أسماء حقيقة مدينة مصراتة، الحصان وما الحصان، وهذه الأسماء هم من يأمر المحاور في طرابلس، المدعو أبو شحمة كذلك، هذا العسكري الخائن الذي يأمر غرفة عمليات الميليشيات في طرابلس. فلذلك طه بكل صراحة الذين يقودون معارك اليوم في طرابلس هم ميليشيات مصراتة وبعض من الميليشيات التابعة لهم من بعض المدن وبعض المناطق، والمجموعات الإرهابية طبعا والمجموعات الإجرامية التي أتت لطرابلس من كل حدب وصوب، سواء كانوا ليبيين أو أجانب لمقاتلة الجيش. فأنا أزم طه بأن الدعوات الدولية هنا لا تلقى أي تجاوب، لن تلقى أي اهتمام. أجهزة المخابرات الدولية طه تعرف جيدا بأنه من خطف السفير الأردني فواز العطان عام 2014 واستبدلوه بالمجرم محمد النص، يعرفوا جيدا بأن محمد النص اليوم يأمر كتيبة ويقاتل في محاور طرابلس، يعرفوا أن اللي خطف الدبلوماسيين المصريين بمقابل الإرهابي المجرم أبو عبيدة موجودين اليوم في محاور طرابلس ويقاتلوا، وأبو عبيدة كذلك موجود ويقاتل، وعلى فكرة معه أبرز الإرهابيين الدوليين، ومحوره طه هنا للمعلومة هامة جدا من أشرس المحاور التي تواجه الجيش، وذلك لأنه لديهم خبرة كبيرة في القتال في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وغيرها، ومعه مجموعة كبيرة من الأجانب سواء اليمنيين أو السوريين أو المصريين أو التوانسة. فهنا طه كل المجتمع الدولي يعرف حقيقة هذا الكلام، يعرف أن من قتل السفير كريس في بنغازي عام 2012 في سبتمبر 2012 موجودين في محاور طرابلس اليوم يقاتلون الجيش، يعرف أن من استهدف السفارة السعودية والإماراتية وغيرها من السفارات في طرابلس موجودين يقاتلوا الجيش، يعرف أن من فجر مؤسسة وطنية للنفط ومن قام بعملية فندق كورنثيا موجودين اليوم يواجهوا الجيش، يعرفوا بأن صلاح بادي وإبراهيم الجذران وزياد بلعم وعماد الشقعابي والمنفي والعقيلي وكل الهاربين والمجربين المطلوبين لدى النائب العام الليبي موجودين يقاتلوا الجيش على تخوم، لكن لا يوجد ترجمة لهذه المعرفة. اليوم حصحص الحق، اليوم حصحص الحق، اليوم طه الكل يعرف هذه الحقائق، كلنا كليبيين نعرف جيدا، بس ما فيش ترجمة يا طه، نحن كليبيين سراج، عذرا بس حتى نوصل لك الفكرة ومش مشكلة تفاعل معي، ما فيش ترجمة. إذا المجتمع الدولي يعرف الحقائق هذه كلها اللي ذكرتها، وهي حقائق سراج وموثقة وموجودة، وإحنا كنا شهود عليها سواء أنت أو أنا أو كل من يعني أقحم نفسه في العملية السياسية أو في المجال الصحفي. بس ما فيش ترجمة، المجتمع الدولي لا يبني مواقفه في ليبيا من هذه الحقائق، إذا كان يبني لكنا شهدنا دعم أكبر للجيش الوطني وشهدنا مواقف أكثر وضوحا ضد التشكيلات المسلحة. طه أنا بالعكس أنا نخالفك، هم طبعا مش ضروري يجوا يقول لك أن لا الجيش نحن ندعمه بشكل علني وتقدم نحو طرابلس وكذا. ليش لا طيب؟ ليش لا؟ اليوم
ليش؟ لا، لسبب بسيط جدا، لأنهم دعموا اتفاق الصخيرات الذي جلب لنا هذه الحكومة العميلة الذي جلب لنا هذه الكارثة لليبيا الذي نعانوا منها كليبيين لنا 4 سنوات، واحترف بها المجتمع الدولي والمجلس الأمن والأمم المتحدة. فهذا سبب حقيقة حرج للمجتمع الدولي، والمجتمع الدولي انصدم. طه خليني نقول لك معلومات هي أعتقد أنها ليس سرية، كل من قريب مشهد يعرفها جيدا، أنه هناك صدمة كبيرة في أوساط دول معينة وفي أوساط المجتمع الدولي من دعم فايز سراج لهذه الميليشيات الإجرامية والإرهابية. هنالك صدمة كبيرة حقيقة في المجتمع الدولي وفي روسيا من اصطحاب فايز سراج لمجرم وارهابي كبير معروف كأبو عبيدة الزاوي. هناك صدمة حقيقة من هذا الدعم لكل هذه الميليشيات. طه الذي سيطروا على وزارة الدفاع واللي سيطروا على وزارة الخارجية واللي سيطروا على مصرف ليبيا المركزي واللي سيطروا على المؤسسة الوطنية للنفط هم هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء المجرمين. الجماعة الليبية المقاتلة طه تحديدا وجماعة الأخوان المسلمين بالاسم طه، أعضاء مكتب الإرشاد، هم من يسيطر اليوم على مفاصل الدولة الليبية، هم من يسيطر على أهم المناصب في ليبيا، مؤسسة الاستثمار، مؤسسة الوطنية للنفط، وزارة الخارجية، كل الوزارات والهيئات السيادية يسيطروا عليها هؤلاء الإرهابيين، ما يسمى بحكومة الوفاق طه، الذين يسيرون المشهد في أروقتها هم هؤلاء المجرمين المطلوبين. قائمة طويلة من الأسماء طه، لو تحب نجيبها لك في حلقة جاية، من المجرمين المطلوبين سواء كانوا من تنظيم القاعدة أو الإخوان المسلمين أو غيرهم، هم سيرون المشهد اليوم في حكومة الوفاق. وهذا الكلام طه تأكد تماما بأن أجهزة المخابرات الدولية ووزارات الخارجية في الدول سواء الجوار أو في دول العالم يعرفوا هذا الكلام جيدا. لديهم قوائم طويلة بأسماء هؤلاء الإرهابيين المطلوبين لديهم، وهم يعرفون جيدا بأن هناك أسماء كثيرة يعني وعشرات الأسماء طلبها حتى النائب العام الليبي في طرابلس، وهم موجودين اليوم في كتائب ويقودون كتائب ويدعمهم فايز سراج بعشرات الملايين طه. ما حدث حقيقة في ليبيا طه في هذه السنوات هو فعلا سنوات عجاف، دعموا هذه الميليشيات بعشرات المليارات حقيقة، ودمروا خزينة ليبيا ودمروا حقيقة سمعة ليبيا طه بدعم هذه الميليشيات ودعم هذه الأسماء، الشيتا والزيقرا والبقرة والمعزة والوحشني وهذه الأسماء. طيب الآن ننتقل لنقطة أخرى حتى في ذكرها على القنوات. طيب، وخصوصا القنوات الدولية. نعم. طيب عندي نقطة أخرى فيما يتعلق بعمل البعثة الأممية. تعلم سراج جيدا أنه كل ما تحتدم المواجهات، كل ما تشتعل الحرب، يعني يضيق أفق العملية السياسية، وبالتالي معها تزداد مهمة المبعوث الأممي تعقيدا. اليوم هل البعثة الأممية، هل غسان سلامة صار في موقف لا يحسد عليه كون العمليات العسكرية تتواصل وتستمر، والمشير حفتر يؤكد على أنها يعني لن تنتهي إلا بالسيطرة الكاملة على طرابلس؟ البعثة الأممية طه هنا دورها حقيقة دورها ضعيف جدا. مرة يجيبوا في سيارة إسعاف يعطوها لوباري، مرة يديروا احتفالية كبيرة عنا جابوا سيارتين إسعاف البلدية سرت، مرة يديروا احتفالية كبيرة أنهم وزعوا 100 شنطة لأطفال المدارس. وهذا حقيقة شيء مؤلم جدا لنا كليبيين، يعني معقولة ليبيا من أغنى دول العالم استحق السيارات إسعاف أو لشناطي أطفال أو كذا؟ البعثة الأممية طه في هذه الدول، في سوريا، في اليمن، في العراق، في التجارب نحن عشناها حتى في جيلنا هذا، كانت دائما فاشلة. دورها دائما للاستنكار وللشجب ولغيرها من هذه الأدوار. كذلك هنا طه سمعنا حقيقة على حتى فساد كبير في أروقة الأمم المتحدة وفي هذه البعثات، وأنا هنا أنقل كلام فقط. ولكن طه طبعا نحن كليبيين حقيقة نعتمد بشكل واضح على جيشنا الليبي وعلى قيادتنا العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ونقف جميعا وراء هذه القيادة لتحرير ليبيا، خصوصا بعد الاستفزاز التركي الأخير وتصريحات التركية الأخيرة بإمكانية إرسال جنود على الأرض للقتال في الأرض على ليبيا. ونحن هنا نحذرهم طه ونذكرهم بتاريخ الليبيين، ونذكرهم بغوما المحمودي وثورة الليبيين ضدهم عام 1882 و1883 و84، ونذكرهم بجهادنا ضد الطليان رغم أن الشعب الليبي كان لا يملك شيء وكنا حفاة عراة، ولكن أجدادنا قاتلوا
على ليبيا ولحماية ليبيا والأرض الليبية. نحن كليبيين طه نرفض تماما وجود أي قوة أجنبية على الأرض الليبية، وبالعكس ندعم. بس هو بالحديث على عملية سياسية سراج، ونحن نشكر المكتب في القاهرة لأنه مدد لنا الوقت، لأننا لم نتمكن من أخذك يعني من البداية. سراج ستكون معنا لخمس دقائق إضافية، فبالتالي يعني لا بأس من أن نتجادل قليلا في العملية السياسية. هنالك من يخشى سراج، مش كلامي، هنالك من يخشى من أنه عندما يسيطر الجيش على طرابلس فإنه لن يكون هنالك عملية سياسية. كثير من الشخصيات السياسية، كثير من التيارات من الأحزاب سوف تختفي وتندثر، وبالتالي العملية السياسية مهددة، حلم الديمقراطية مهدد اليوم. طه، بالعكس، أنا نعطيك كل الأدلة اللي تثبت أن الجيش الليبي هو من يدعم الديمقراطية، هو من يدعم الدولة المدنية، هو من يدعم الانتخابات. أول دليل طه، وكان دليل واضح جدا، حماية الجيش الليبي للانتخابات عام 2014، انتخابات البرلمان الشرعي، وأوقف حينها المشير خليفة حفتر إطلاق النار يوم الانتخابات، وتم غدر الجيش يومها، وتم خسارة أكثر من 50 جندي من الجيش الليبي. كذلك طه، الجيش الليبي والقيادة العامة استجابت لكل الدعوات المحلية والدولية لأن تكون العملية سياسية، ابتداء من باريس 1، باريس 2، أبو ظبي 1، أبو ظبي 2، باليرمو، وكذلك الدعوات الداخلية من المشائخ ومن مؤسسة المجتمع المدني ومن النشطاء وغيرها. استجاب الجيش الليبي والقيادة العامة والقائد العام للجيش الليبي لكل هذه الدعوات لأن يكون هناك طاولة حوار، لأن يكون هناك يعني حوار سياسي. من يطاها اللي انقلب على العملية السياسية في ليبيا؟ وهذا ليس كذلك كلامي يطاها كيف ما قلت أنت، هذا كلام خبراء، تقرير خبراء الأمم المتحدة. الذين انقلبوا هم فتحي بشاغة وغيرهم في عملية فجر ليبيا التي أدت إلى حرق 23 طائرة وتدمير مطار طرابلس ومقتل مئات شباب ليبيا. هم من انقلب على الشرعية، هم من انقلب على العملية السياسية في ليبيا، وهم من حقيقة رفض نتائج الانتخابات التي فشلوا فيها، والتي رفضهم الشعب الليبي في انتخابات البرلمان في عام 2014 وانتخابات البلديات. حينها سقط تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة، هم تنظيم القاعدة، سقطوا وخسروا العملية السياسية في ليبيا، وخسروا صندوق الانتخابات. لذلك انقلبوا في عملية حقيقة عسكرية وحملوا البندقية وتركوا صندوق الانتخابات واتجهوا إلى صندوق الذخيرة. ومن هنا طه أصبحت ليبيا تعاني من عام 2014 من انقلاب فجر ليبيا. انقسمنا في ليبيا، انقسمت ليبيا شرق وغرب، وإلى أن يكون هناك برلمين وأحيوا المؤتمر الوطني منتهي الشرعية ليكون جسم موازي للبرلمان. فيطاها كل الأدلة عندنا كليبيين، وهذا التاريخ قريب يعني، وعشنا كلنا نعرف جيدا من انقلب على العملية الديمقراطية، من كفر بالعملية الديمقراطية، من كفر بصندوق الانتخابات، هم هذه المجموعات الإرهابية. بالعكس، الجيش كان ولازال وسيظل داعما للعملية السياسية. وأنا هنا طه، حسب الاتصالات وحسب حديثنا المتواصل بشكل يومي مع كل قادة الجيش وكل الأصدقاء والأحباب في القيادة العامة، يؤكد بأنه العملية السياسية مستمرة بعد تحرير طرابلس. سيكون هناك حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق حقيقية، أعتقد أن كل الأحزاب موجودة وستدعم، وأعتقد أن سيكون هناك حوار وطني فعلا شامل، وستكون هناك مفوضية الانتخابات لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية. فأنا هنا أزم طه قطعا بأن الجيش الليبي هو من يدعم الديمقراطية فعلا. لا يوجد دولة قوية طه، من أبرز الديمقراطيات في العالم ليس لديها جيش قوي. هو في دقيقة ونصف دخول الجيش، بريطانيا، كل الدول القوية والديمقراطيات قوية في العالم طه لديها جيوش قوية لحماية هذه الديمقراطية ولحماية صندوق الانتخابات وحماية الدستور. السيطرة على طرابلس، لن نقول الدخول لأنه الجيش أساسا في طرابلس، يعني السيطرة الكاملة على طرابلس لا تعني فقط اختفاء تيارات سياسية واختفاء المجلس الرئاسي، تعني حتى انتهاء اتفاق الصخيرات. سراج، هل المجتمع الدولي سيقبل بسهولة أن هذه المرجعية المدعومة دوليا المعترف بها سوف تنتهي؟ طه، من ناحية سياسية نحن رأينا حتى في بيانات الأخيرة لمجلس الأمن والولايات المتحدة لا تذكر بتاتا اتفاق الصخيرات. فاتفاق الصخيرات من ناحية قانونية سياسية بحتة يعتبر انتهى ومات، وأكبر دليل على ذلك طه انسحاب أربع أعضاء
من حكومة الصخيرات والمجلس الرئاسي. هذا أكبر دليل اتفاق الصخيرات قدمت، ونحن نعرف أن في هذا الاتفاق الذي جلب هذه الحكومة يقول بأن جميع القرارات التي تتخذها المجلس الرئاسي لازم أن يكون بالإجماع، طه بإجماع 9 أعضاء. نعم. فتخيل أنت أن نسحب 4 أعضاء من 9، هذا من جانب. من جانب آخر، طه العالم يعرف جيدا بأن فايز سراج ومجلس الرئاسي فشل. باختصار سراج بس في 20 ثانية، وهي كانت بند رئيسي في الاتفاق الصخيرات. نعم، فشل في الترتيبات الاقتصادية، فشل أن تكون حكومة وفاق بالفعل تكون تجلب الوفاق بين كل الليبيين. نعم. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا العزيز صديقنا العزيز سيد سراج شعبان المهتم بالشأن العام، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة المصرية القاهرة. ختام لايف مشاهدينا الكرام.